مستمعينا أولى فقرتنا كنبداو معكم ككل صباح بفقرة كتخص جمالكم صحة بشرتكم وشعركم وكل ما كيتعلق بالجمال. الأكيد استنسوا معنا بضيفتنا اللي كتنورنا بتواصلها كل صباح واللي أكيد كنستفدوا معها جميع بكل ما كتقدم لنا من نصائح في العناية والوقاية. طبعا هادشي كله بطرق طبيعية مادام ضيفتنا خبيرة في مجال تصنيع المستحضرات الطبيعية والعلاج الطبيعي. صباح الخير حنان. صباح الخير أخت حليمة. صباح الخير عليكم جميعا. أهلا وسهلا. صباح الخير على المستمعين. مرحبا. إذا اليوم حنان غادي نعتنيو بواحد المنطقة في الوجه اللي ربما ما تنخصوش لها عناية كبيرة أو لا ما تنخصوش لها عناية بشكل مستمر، في حين أن الشفتين ديالنا خاصة وأننا فصل الخريف وداخلين بإذن الله على فصل الشتاء كيتعرضوا للجفاف الشديد. أنا بالنسبة للشفتين كيف ما قلت هي أهم منطقة اللي كتعطي الجمال هي الوجه. نعم. في هذا الفصل هذا كل شيء كيلاحظ بأن الشفتين كتبدا تجف وكتبدا تنشف وكاينه اللي كتشقق حتى كتدوز بالدم. كاينه اللي كتعطي داك الحبوب اللي كنسميهم ديزافت من الفوق وكتعطي واحد المنظر غير لائق. والشفتين خاصنا نحافظوا عليهم لأن حتى هما كيتعرضوا للآثار ديال الشيخوخة المبكرة. كاينين بزاف الحوايج اللي ممكن نتجنبوهم قبل ما نوصلوا مثلا هذاك لاج نورمال ديال لأن الشفتين ما كيبدا يبان لهم الأعراض الشيخوخة بزاف حتى كنوصلوا 60 سنة. وهاد الأعراض أشنو أول حاجة كتبدا هما كينقصوا يعني الحجم ديالهم كيتكمش وكيتقلص خصوصا هذيك الشفة الفوقانية. نعم. كاينين بزاف الأعراض اللي قلنا نقدروا نتفاداو بعدا غير ديك الشيخوخة المبكرة على ما وصلنا 60 سنة. هاد الشيخوخة المبكرة كتكون نتيجة ديال الناس اللي كيتعرضوا للشمس قوية للشمس الأشعة ديال الشمس. نعم. الحرارة درجة الحرارة المتفاوتة يعني اللي كيكون في البارد وكيعاود سخون وكذلك ومثال. كذلك الناس اللي كيلعبوا بالشفتين ديالهم باللسان ديالهم وكيخرجوا هذاك اللعاب. باش كيرطبوا. دونك هذه عاده خاطئه في هذاك الدفال ديالنا ملي كنعاودوا نرطبوا به او لكن نفزكوا به هذوك الشفتين ديالنا. فهو كيعطي واحد الاثار اللي فريمون خايبه بزاف وكيعاود يزرق الفم. فعلا بزاف ديال الناس فيهم هذه القاعده هذه يعني سي انتيك تيكون انتيك. اكزاكتلي. دونك هاد الاشياء اللي ممكن نتفاداوها كما قلنا اعراض ديال الشمس راه كما كنديروا ليكرون لوجهنا راه نقدروا نمروا ليكرون على الشفتين ديالنا. كذلك ما نشربوش الماء سخون بزاف يعني الاشياء اللي كتكون سخونه بزاف فهي كتاثر على الشفتين ديالنا وكتعطينا الجفاف. الحمام اللي حنا متعودين عليه ملي كندخلوا كنمشيو للحمام وكنمشيو بلاصه سخونه بزاف داك الداخل ديال الحمام فهو كيأثر حتى هو بشكل سلبي. نحاولوا اننا نحتاطوا باشياء اللي هي بحال دابا نحاولوا ان الشفتين نعمروا واحد الكاس الماء ونخليوه في الثلاجه حتى كيبرد بزاف ونبداو نخشيو الشفتين ديالنا لان الماء مرطب بزاف الشفتين. شربوا الماء يلا كنت غادي نسولك حنان شاكر كنت غنسولك على لي غلاسون كاينين الناس اللي كيستعملوا الثلج بالنسبه مباشره بالنسبه للشفتين وفاش هذه طريقه صحيه بالنسبه للثلج فهو طريقه خاطئه نهائيا ما يستعملش على الجلد كامل ماشي غير على الشفتين ماشي غير على الشفتين لانه هو كيحرق كيعطينا شوفي الا كنتي في شي بلاصه مثلا الثلج وبقيتي كتلعبي به فهو كيحرقك في يديك. صح. هو مبرد ولكن ديك اللحظه اللي كنحطوه كيحرق لينا الجلد ديالنا دونك بالعكس كيعطي واحد العوامل بحال حطيتي العافيه. دونك دائما الاشياء اللي هي بارده ما بارد فوطه بارده بغيت شي يعني بغيت نحط الثلج نحطو فنكمدو مثلا ندير واحد الكماده ديال الفوطه ونديرو وسط منها عاد نقدر نحطو هي باش توصل لي ديك البروده ديالي ديك البروده ديالي المباشره ديالنا راه كيلصق. نعم واخا واضح اشاره. بالنسبه اللي قلنا نشربوا الماء بزاف فهو مهم بزاف باش يبعد علينا هاد الاعراض هذه على الاقل الاعراض ديال الشيخوخه المبكره. والاكل الاكل راه حنا هضرنا عليه يعني بزاف ضروري ندخلوا لي فيتامين خصوصا فيتامين ا. والقماش. بالنسبه للشفتين خاصنا دائما نكونوا نعتنيو بهم بطريقه كما كنديروا القماش الوجه ديالنا فالشفتين مهم لهم القماش وقماش يكون خفيف جدا نحاولوا اننا نمشيو لاشياء خفيفه ونعطيو قماش ديال ديك النخاله الرقيقه اللي تنقولوا لها حنا الحمراء. دونك غنبداو معاك باولى الوصفات هكا حنان.
نقدروا ندخلوا الوصفات الا ربما انا ما نسيتش شي لا ما تخافيش انا معك. فوالا النصيحه اللي مهمه بزاف هي الريحه. كاينين الناس اللي عزيز عليهم الاشياء اللي فيها الريحه هي اللي كيستعملوها. كتمشي تشري مثلا هذاك الكريم العكر فيه ريحه بزاف كيعجبها، دونك العكر ما يكونش قديم. كذلك هذوك المرطبات ديال الشفا راه كيعجبونا، تنقولوا الله في ريحه الفريز، راه في ريحه اني الوغ الريحه ملي كتكون قويه فهي كتضرب وكتعطينا نتائج اللي هي خايبه. تاكدوا من اشنو كتشريو، راه ماشي بالضروره ريحته زوينه راه زوين، لا بالعكس. خاصه اننا ولينا تنشوفوا اليوم كاينين المستحضرات اللي متواجده في الاسواق واللي هي بثمن كما تنقولوا ثمن رمزي. مثلا تتلقاي عكار داير 10 دراهم 15 درهم، ما تتعرفيش واش هو عكار ولا ولا اشنو هو، ولا اشنو المصدر، ولا بريمي، ولا لاضات ديالو مثاليه، لان حتى لاضات هنا تلعب دور كبير. الاشياء خاصها تكون جديده، نشموا نقراوا لاضات ديالو، هذه كلها اشياء كتدخل في النصائح وفي لي كونسي. الوغ بالنسبه نبداو الوصفات، نشوفوا الوصفه ديال التقشير، فهو مهم بزاف التقشير، ونحاولوا ان التقشير يكون دو فوا باغ سومان، خصوصا في هذه الفتره هذه بعد الصيف، لان كيكون التراكم ديال الاوساخ ديال الجلد اللي كيكون ميت فوق من الشفتين. نمشيو للتقشير اللي جد خفيف جدا، قلنا ناخذوا الحمراء، وناخذوا تقريبا غير واحد نص معلقه ديال الحمراء اللي كنعرفوا، هذيك اللي كتكون نخاله رقيقه، كتكون بعد النخاله. فوالا كنزيدوا عليها الماء ديال العصير ديال الجزر غني بفيتامين ا كما كنعرفوا الجزر. فوالا وكناخذوا كنبلوا حتى كيصبح شبه سائل، هذا شبه سائل الغبره ديال النخاله، ونبداو نقشروا بها بحركه دائريه، نحطوها تقريبا على الفم ديالنا واحد المده ديال جوج دقائق حتى كنحسوا بداك الماء ديال الجزر شربوا الفم. كنبداو ندعكو بحركه دائريه، فهي كتعطينا واحد اللمعان واحد التقشير هائل. كاين بزاف الاشياء اللي ممكن نقشروا بها، الرز كاين الاشياء اللي جايه، كاين الرز، كاين الناس اللي كتستعمل السنيده. لا السنيده فهي القهوه ياك، فوالا السنيده قويه فهي مقشرات، لان الجلده ديال الشفتين فهي راه كتشبه الكونتور دي زيو، نفس الجلده. تخي بيان، دونك حساسه، دونك ماشي بحال الوجه، ماشي بحال الوجه، ماشي بحال العنق، دونك دائما الشفتين يمشيوا للمقشرات اللي هي خفيفه جدا. نقشروا غير بالبطاطا المسلوقه، هذاك النشا ديال البطاطا نقدروا بالفورس كذلك، ذاك الدقيق، هذا الشيء كله نقدروا نقشروا به الفم ديالنا. دائما نعوضوا الماء ديال مثلا الجزر، الماء ديال القرعه، شي حاجه اللي تكون غنيه بفيتامين ا، الماء ديال البروكولي، الماء ديال الخيار، البروكولي ايوه، ونخليه حتى كينشف نسبيا، وكنديروا حركه دائريه فهي نديروها خفيفه جدا ونشلوا. بالنسبه للكريمات، الوغ حنا دائما نشوفوا، انا كنقلب على الاشياء اللي كنبغي نصنعوها للشفتين تكون عباره عن كريمات اللي كتنفخ او اللي كتزيد شويه في الحجم، في الفوليوم. هذه الكريمات ولكن اعتمدوا عليها على الزيوت اللي كتكون بروتينيه وغنيه بهذوك، بحال مثلا زيت الصوجة، زيت الجنجلان، زيت الحلبة، زيت ديال بدر العنب، ديال الزريعه ديال العنب. هذه فكاين العديد من الزيوت اللي كتعطينا شويه الفوليوم، يعني بحال كتكبر لينا. كذلك الحلبه، ما ننساوش نقدروا نديروا بالذاك التفل ديال الحلبه، نقدروا نديروا به الكوماج، نسلقوا الحلبه مثلا ونطحنوها ونديروا هذاك الكاكوماج دائري على، فهي مهمه بزاف، واخا الريحه فاننا كنغسلوها ما كتبقاش. كذلك زيت القرح فهو كيعطينا الفوليوم، فهو كيعطينا نتيجه هائله. غير هنا نحاولوا ان ملي نبغيو نديروا الزيوت نخلطوها بشي حاجه، واخا نخلطوها غير بماء الروز، نخلطوها غير بالماء باش نستافدوا منها اكثر، لان قد ما كانت الزيت معاها مع واحد الخليط الماء فهي كتشرب اكثر ما كتكون زيت بوحدها. واخا حنان اذا سمحتي نعاودوا معك الاسماء ديال الزيوت اللي اقترحتي باش اللي ما قيدش شي حاجه يقيدها معنا. قلتي زيت الحلبه، زيت الحلبه، زيت الصوجه، زيت الصوجه، زيت القمح، زيت جنجلان، زيت ديال بدر العنب، بدر العنب، ايه، نزيدوا زبده الكاريتي وزبده الكوك. نعم. كذلك حتى زيت ارغان فهو كيعطينا الفوليوم. دونك كاين العديد من الزيوت غير دابا اللي حضرات معايا. نعم. انا عطيتكم بعدا بعض الزيوت تقدروا تقنسانيوها في السوق. تبارك الله، عطيتينا الخير والبركه. فوالا كاينه كذلك زيت الحريقه فهي كتعطينا الفوليوم. نمشيو دابا نقدروا نعطيو وصفه ديال الكريم اساس لشد الشفتين باش يعطينا ديك الالاستيسيتي ديال الشفتين وكيمنحنا شويه الكولاجين. اييه
فوالا هنا غادي نعطيو كريم ديال اساس. علاش عطيت كريم اساس؟ هذا تقدر ديرو وتخرج واخا تكون عرضه للشمس، تقدر ديرو تحت من غوجا ليفغ ديالها وعاد تابليكي العكار ولا غوجا ليفغ. اها فوالا، هو كيشد الشفتين كيعطي داك المنظر ديال العكر احسن بزاف. ومن بعد نعطيو ان شاء الله كريم ديال الترطيب اللي غنديروه من الليل اللي من بغيو نعشو. واخا دونك علاش غادي نحتاجو بالنسبه للكريم الاول؟ هذا الكريم الاساس غادي ناخذو معلقه صغيره ديال زيت ديال بدر العنب، تكلمت عليه ياك. اييه. فهو كذلك كابح لاشعه الشمس. معلقه صغيره من زيت الجنجلان. ناخذو نص معلقه صغيره من محكوك ديال شماد النحل. وناخذوا نصف ملعقه صغيره من المطبخ ديال ماء الزعفران شعره. نص معلقه مطبوخ، كنديروا تقريبا واحد الربعه ديال السعرات ديال الزعفران. أيه. واحد معلقه كبيره ديال الماء، اون فوا كيطبخ كتبقى عندنا غير ديك القطيره، غير ديك نص معلقه. نعم. كتولي الرائحه ديالو اللون اصفر، وتا الرائحه ديالو جميله جدا. نعم اكيد. فوالا، كنخلطوا المواد الدهنيه يعني الزيوت، كنديروها في حمام مريم حتى كتبدا تسخن، كنضيفوا عليها السماد النحل حتى كيذوب، وكنديروا هذاك الماء الزعفران يكون باقي سخون هذيك نص معلقه، وكنطربوا بشكل جيد حتى كيولي عباره عن بوم. يعني بوماده. فوالا، وكنبداو ندهنوها الوقيته اللي كنبغاو مثلا نخرجوا صباح نهار كامل حتى تفهمها يبس. دونك هذا ككريم اساس، ونمشيو للكريم ترطيب باش كنزرب باش الوقت يقدر. ان شاء الله غادي يقدرنا باش ناخذوا الوصفه الثانيه بحول الله. نعم. دونك نحتاجوا الوصفه الثانيه اللي قلتي نستعملوها مثلا كل بالليل. فوالا. بالليل كريم ترطيب الشفتين بالليل، اولا الا كانت لحسات بالشفتين ديالها متضره ويعني مشقه بزاف تقدر ديروا حتى النهار، يعني ماشي مشكله. نعم. فوالا، كنمشيو للزبده ديال الكاريتي، كناخذوا معلقه صغيره ديال الزبده ديال الكاريتي. هي الشيا، زبدة الشيا. كناخذوا معلقة صغيرة ديال زبدة الكوك. زبدة الكوك. كناخذوا معلقة كبيرة ديال زيت القمح. زيت القمح. فوالا، وناخذوا نصف ملعقة صغيرة ديال زيت ديال الأرقان. حاولوا تقادوا المقادير باش كيجيونا هما هذوك. نصف ملعقة. نصف ملعقه صغيره ديال زيت ارغان. فوالا، هي كنحاولوا ان هذا الخليط نديروه في حمام مريم حتى كيذوب كومبليتمون، وكنزيدوا عليه جوج نقطات ديال الناس اللي عندهم ويل اسونسييل ديال الخزامه، ديال زيت عطري الخزامه. لا عندكم ما عندكمش اي ماشي مشكل. نعم، غير باش نعطيو ديك الريحه ديال الخزامه كتكون رائعه. الريحه والرائحه رائعه، وكذلك كتعطينا الترطيب. الخزامه معروفه بانها كترطب بواحد الشكل وكتغلغل، يعني كتدخل للخلايا ديال الجلد. الجلد، وكتعاود تاكتيفي تحفز لنا ماده الكولاجين باش كتنتج بشكل طبيعي. فوالا، هاد كريم ديال ترطيب الشفتين كنديروه يعني دائما من الليل لليل، اولا كان عندنا الشفتين. هاد الشيء اللي عطيته نقدروا نعطيه حتى للدراري الصغار، لان الدراري الصغار فهما اكثر عرضه حتى هما الجفاف ديال الشفتين. نعم. الشفتين كيخرجوا الصباح مع داك البرد، كيكونوا سخان تحت المانطا، وابخي كيخرجوا. لان قلتها انا في الاول، هذيك داك الكونتاكت ديريكت ما بين السخونيه والبروديه، فهو كيعطينا هذا الالتهاب ديال الشفتين، كيعطينا التشقق ديال الشفتين. واخا حنان شاكر، شكرا لك على كل هذه المعلومات اللي قدمتينا هذا الصباح، عطيتينا جوج ديال الوصفات اللي مهمين. ما عرفتش واش نقدر نعاودهم سريعا. دونك معلقه صغيره ديال زيت بدر العنب، معلقه صغيره ديال زيت الزنجلان، نص معلقه ديال شمع النحل، نص معلقه ديال مطبوخ الزعفران. بالنسبه للوصفه الثانيه، زبده الكاريتي ملعقه صغيره، زبده الكاكاو ملعقة كبيرة من زيت القمح، وملعقة أو نص معلقة من زيت أرغان. مستمعينا.